أعلن الهلال السعودي عن فقدان خدمات لاعبيه الناصر الدوسري وغوستافو كويلار مبرزا أنهما يتواجدان في العيادة لشعورهما بآلام عضلية. وينضاف الثنائي المذكور إلى كل من ياسر السهراني الذي سيغيب عن بطولة كأس العالم للأندية حسب ما كشفت صحيفة الرياضية سابقا، وحمد اليامي ومحمد البريك وعبد الإله الماكي وأوديون إيغالو. تقارير سعودية أكدت أن الهلال يفقد خدمات السهراني في المونديالتو ويأمل في استعادة لاعب وسطه سلمان الفرج قبل مواجهة الوداد. وبالمقابل أكدت صحيفة الرياضة السعودية أن سلمان الفرج سوف ينتظم في تدريبات النادي في الأسبوع المقبل عقب سير برنامجه العلاجي والتدريبي من الإصابة العضلية بشكل جيد. يذكر أن الفريق السعودي سيواجه فريق الوداد الرياضي يوم السبت 4 فبراير المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط انطلاقا من الساعة 3:30 زوالا بتوقيت المغربي. حظ سعيد لفريقنا الغالي.